السلام عليكم، له ما له وعليه ما علي، عشان هنغني النهاردة عبد الحليم حافظ بتكلم عنه، فلازم يبقى له ما له وعليه ما علي بالألحان محمد الموجي. طبعا عبد الحليم حافظ له يعني عايز أقول أنه مش بس له كمطرب وكنجم، لا قبل كده له كشخص كإنسان كمن يادم. يعني العندليب الأسمر ده اللي أنا قلت لكم قبل كده، أنا مش فاهم يعني إيه عندليب. يعني العندليب طائر، آه طبعا عارف أنه في طائر اسمه العندليب، لكن هو في حد شافه؟ يعني حد لو أنا قلت لك بصف لي العندليب كده، ما ولا واحد مصريين يعرف العندليب. العندليب ده طائر إنجليزي غالبا وطائر مهاجر. إحنا كمصريين نعرف العصفورة، نعرف البلبل، نعرف الهدهد، إنما حكاية عندليب دي، لكن هو يبدو اقتداء بالروح الإنجليزية في الثقافة يعني، فقالوا عليه العندليب الأسمر. لكن اللي نفهمه إن العندليب أبيض يعني طالما العندليب الأسمر. عبد الحليم بالنسبة لي أنا هو حديقة الطيور كلها، تغريد الطيور كله على بعضه. لكن عبد الحليم أهميته الكبيرة واللي له فعلا، إنه زي هذا اليتيم ابن الملجأ، ولما نقول ملجأ يعني يتم يعني فقر يعني حزن، يقدر ينجح النجاح ده. ده يدي درس لأي حد عايز يشتغل مهندس أو دكتور أو نجار أو ميكانيكي أو قاضي أو ضابط، إنه لا يمكن أن تستسلم لحزنك أو لفقرك أو ليتمك. والدليل عندنا عبد الحليم حافظ، يمكن أن تكبر وتنجح بل وتسود العالم، عالمك يعني نجاحك الكبير الهائل ده، ورغم بدايتك الحزينة الفقيرة. أحمد فؤاد نجم كان زميل عبد الحليم حافظ في الملجأ، فكمان مفيش أي فرصة إن احنا نقول إنه عبد الحليم ادعى لنفسه الملجأ وقدم نفسه عشان يعني يبان كفاحه. لا ده كان حقيقي، زي ما كانوا بيهاجموه لمرضه وبيقولوا إنه بيدعي المرض وبيتجرب المرض، وكان مريضا حقيقة وفعلا، وعذب بمرضه وعذب أكثر باتهاماته بأنه يتمرض، وكان ينزف دما، ومع ذلك تلاقي من يتطاول على عبد الحليم ويعتبره بيتاجر بهذا المرض. اهو مات يا سيدي عمره 47 سنة يعني. وعبد الحليم حافظ هنا نموذج تاني، ان ازاي انت تعاني هذا المرض وبتقدم فن. وبالمناسبة مرضه مرض مصري كامل يعني، بلهرسيا يعني حاجة مصري، حتى النخاع ابن اللذينة ابن شبانة ده اللي سمى نفسه حافظ عبد الحليم حافظ، ده ابن مصر بجد، ابن طنها. حتى المرض اللي جاله مرض مصري ما فيش في العالم غيره، عندنا احنا كان في مصر حتى انتصرنا عليه الحمد لله. وعبد الحليم كان واحد من برضو رموزنا في الانتصار على بالهرسيا، للانتباه الى هذا المرض الرهيب اللي هو كان مرض شنيع يصيب المصريين، يصيب الكلى والكبد بتاعه. طب اذا كمان ده درس من عبد الحليم لينا كلنا، انه رغم مرضك وتعبك الصحي تقدر عبد الحليم في اخر ايامه، اخر حفلاته اللي متفرج عليها 76 و5 شبح بيغني، شبح عظام يعني هيكل عظمي بيغني، العين جاحظه وداخله جوه، ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ ايه عظمه؟ وهنا برضه درس ثالث منه لينا، ويحسب له بالتاكيد عن كفاح الجهد اللي اتبذل، الاخلاص في الشغل. ده حاجه يعني عبد الحليم من ضمن الحاجات المهمة جدا انه قدر يحول فكرة المطرب والنجم الى المؤسسة. عبد الحليم مؤسسة، عمل مؤسسة، بمعنى انه كان له صحفيين من الاصدقاء، كان له ملحنين جوه مجموعته وتجربته، عمل مشروعه التجاري من اللحظة الاولى، والانتاج اللي هو صوت الفن مشاركة مع عبد الوهاب ووحيد فريد كشركة إنتاج سينمائي وفني وموسيقي. يعني شوف المؤسسة عبد الحليم. إنما لو دورنا على عبد الحليم إيه؟ هنلاقي في الحاجات اللي هي طبيعية الإنسانية يعني، لكن الجزء الأساسي والرئيسي اللي أنا شايفه مشكلة كبيرة عبد الحليم حافظ، خد بالكو إنه من أول غنانا عن سعد زغلول وغنانا الوطني ما كانش في غنى للفرد، ما كناش بنغني البني آدم، كان زعيم إيه بس ما غنلوش. حتى لما أطلقنا على البلح اسم زغلول وقلنا بلح زغلول ده مكيدة للإنجليز عشان يجيب سيرته، لأنه كان ممنوع أنك تجيب سيرة سعد زغلول، فالمصري غنوله. إنما عبد الحليم حافظ ورفاقه هم أول ما صنعوا، لأنه كمان الغنى للملك فاروق ما كانش جماهيري، أم كلثوم غنت له وحد عبد الحليم غناله، غنى الملك فاروق
لكن مش جماهير وما نجحش ومعاش أيام فاروق. اللي نجح وعاش لأنه كان طبعا ما فيهوش نفاق، كان في صدق. أنا رأيي كان صادق في كل غنى عمله لعبد الناصر، لكن كان غلط في صدقه، بمعنى أنه ما فيش غنى للفرد، الغنى للبلد للوطن، وهو غنى للبلد والوطن، وغنى وهو مصدق، غنى لعبد الناصر وهو مصدق، وغنى لمصر وهو مصدق. لكن ما كانش يجب أن احنا نبص إلى الغنى للفرد باعتباره مطروحا أساسا. وده الدرس الكبير اللي برضو عبد الحليم رغم وفاته من سنة 1977 بيدهولنا لغاية دلوقتي، ما تغنوش للفرد.